عندك جوج كيسان ديال الدقيق وجوج ديال ورقه البسطيله كتجي مقرمشه بحال المحلات. وبحوشه اقتصاديه حتى هي غنشاركها معكم، كتجي معلكه ولذيذه بزاف، ضروري ما تتبعوا معايا الطريقه بالتفصيل. درت جوج كيسان ديال الدقيق، قبيصه ديال الملح، وجوج كيسان ديال الماء ديال الصنبور. القياس اللي نديرو ديال الدقيق نفسو نديرو ديال الماء، كنخلط مزيان ونصفي الخليط من الحبيبات. ومباشره كنخدم فيه هنا النطافيه المقله اللي سخونه، فكنوزع الخليط على هذا الشكل حتى كنكملو، عاد كنشعل النار. وما بين النار والمقله ضروري تكون شي حديده والنار تكون مهيله. كنخلي الخليط حتى كيبان لنا نشف من الفوق والجوانب طلعوا على هذا الشكل، فكتزول معنا بسهوله. ومباشره كندهنها بالزيت ونغطيها بالميكا ونعاود نغطيها بالمنديل. الناس اللي عندهم هذا النوع ديال الشيتات فمن الاحسن هما اللي تخدموا بهم ورقه البسطيله، كتطلع احسن من هذه الشيته العاديه. بالنسبه للحشوه درت البطاطا مسلوقه، زيتون، طون، ربيع، نجوب الاحمر، وجمعت الحشوه ديالي بالبيشاميل من السم بالزعتر والحبق. هنا بغيتو ديرهم على شكل بريوات ولا على شكل سيجار كيبقى اختياري. الخليط هنا بقى لي كتير، اكتفيت غير بهادو حتى من بعد ونكمل باقي الخليط. بغيتو تقليوهم ولا تدخلوهم الفران كيبقى اختياري. وبالصحه والراحه، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم، وما تنساوش ديروا جيم.